صباح الهنا وصباح الرزق وصباح كل حاجه حلوه يا رب. وانا عارفه ان في ناس كتيره جدا مننا زعلانين وحقنا ان احنا نكون زعلانين، بس برضو بدايه الاسبوع هنكون يعني كده عندنا زي ما بيتقال امل، وان شاء الله باذن الله زي ما كنا بنفرح زمان وبنحزن دلوقتي هنفرح تاني قدام، بس نقول يا رب كده يبقى عندنا امل وثقه. وعايزه قبل ما ابدا ارحب بزميلي العزيز كريم، لان هو رجع لنا بالسلامه الحمد لله بعد يعني رحله مرض كانت تقريبا اسبوعين، واتكلمنا قبل ما يعي اصلا عن موضوع الكوفيد وان هو لسه منتشر وغيره. للاسف الشديد طبعا هو اصيب بالاسبوعين اللي فاتوا، لكن الحمد لله رجع لنا. هو يحكي لنا بقى التجربه بالظبط كانت يعني عامله ازاي. كيمو صباح الفل وحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا نهاوند، والله ليكي وحشه كبيره وحضراتكم ليكم وحشه كبيره. يعني حقيقي اسبوعين عدوا بشكل مش لطيف، وبالمناسبه زي ما كانت نواند بتقول لحضراتكم يمكن بالصدفه احنا قبلها بكام يوم عمالين نتكلم، وانا شخصيا قعدت انتع وفي قلبي والاجراءات الاحتراز. اتضح يا حضرات في نهايه المطاف ان الحكايه ما تقدروش تعرفوا هي جايه لكم من فين، صح. الضربه بتيجي منين محدش بيعرف، ولكن اكيد برضو كل واحد لازم ياخد القدر الكافي من الاجراءات الاحترازيه تحسبا، لان فعلا ما فيش حاجه مضمونه. فبشكرك يا نهاوند. لا انت بس احكي لنا، انت ما تعرفش اصلا اخذتها منين؟ ها يعني ما تعرفش جات لك العدوى منين خالص، ولا خالص. من العيد في الساحل مثلا اخر يوم، ده كان اخر يوم من ايام العيد فجاه، يعني كان يوم الخميس حتى في الاسبوع بتاع العيد، حسيت بان انا بردت جدا كده برعشه، ف قلت برد يعني. انت عارف برضو اول حاجه بيقول برد عادي على طول، قلت برد وكلام من ده. فتاني يوم بقى الحراره لا زادت طبعا، ورحت بقى زي ما حكيت لك انا كده المستشفى العالمين، وعملت تحليل دم وعملت اللي هو الرابيد تيست، وطلعوا الاثنين ايجابي. وبعدها بقى خدت لي اسبوعين شوط ما كانش هين، وطبعا ما اقولكيش بقى كميات الانتي بايوتكس والمضادات الفيروسات والحاجات اللي زي كده، بس الحمد لله رب العالمين يعني قدر ورطف وعدت الحمد لله. عدت على خير الحمد لله. وتاني هنرجع نقول او هناخد من كلام كريم، لان تاني البعض بيشكك ان اصلا في حاجه اسمها كوفيد. على فكره الناس دي لسه موجوده للاسف الشديد. لا هذا الفيروس، هذه الكارثه ما زالت قائمه، بتزداد بشكل كبير جدا على فكره في الايام والاسابيع الاخيره. والمشكله تاني ان الفيروس ده مش بيصيبك انت لوحدك، هو بيصيب الناس كلها، ممكن يتم انتقاله بشكل سريع جدا بين افراد العيله. خلي بالك لو عندك طبعا والدك والدتك اطفال في العيله، يعني الواحد حتى اوقات ما بيبقاش خايف على نفسه، بس لازم نخاف على عائلتنا. فربنا يسترها علينا ان شاء الله الايام اللي جايه. على كل حال نبدا بقى وننوه عن الفقرات يا كريم. كالعاده الجزء الاول هنتكلم من خلاله عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي، الى جانب طبعا كلامنا عن رياضات عالميه مختلفه وكل الاخبار والمستجدات الصحافه الرياضيه الى اخره. طبعا في الجزء الثاني الساعه الاخيره من حلقتنا هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق، واكيد زي ما حضراتكم متخيلين احنا عندنا حاجات كتير قوي نتكلم معاه بخصوصها فيما يتعلق بالمستجدات الغير سعيده اللي كلنا شاهدناها في الفتره الاخيره دي. الفقره الاولى. ثاني فقراتنا هتنورنا من خلالها دكتوره ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه، واكيد هنتكلم في موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. طيب احنا عايزين بس قبل ما نبدا كلامنا وكل الحاجات دي، ومعانا خبر يعني ده على فكره، اصل البعض يجي يقول لك وانتوا بتتكلموا في ايه واحنا في ايه. اللي احنا بنقوله لحضراتكم ده بالتزامن مع اي شيء او اي مباريات على الارض قائمه، يعني ده مش احنا طالعين نخترعه علشان مثلا احنا مستوانا في الكام ماتش الاخرانيين مش حلوين فطالعين نقول اي كلام نغطي على المستوى. لا على فكره احنا زعلانين كلنا، بس خليني اقول لحضراتكم ان احنا عندنا دلوقتي خبر بيتكلم ان اصبح في ماده بيتم تدريسها في جامعه لا ليغا الاسبانيه تحت عنوان كده النادي القرن في افريقيا، نادي القرن في افريقيا والانجح في الشرق الاوسط. دي الماده اللي بيتم تدريسها حاليا في لا ليغا في اسبانيا. يعني سواء حضرتك بقى فخور بالنادي بتاعك واللي احنا عارفين ان كلنا فخورين بيه، او حزين دلوقتي علشان في مشكله، فعلى فكره ما فيش ازمه، احنا من حقنا نزعل. وعلى فكره احنا مش هنطلع النهارده ونقول لكم ما تزعلوش خالص، احنا اصلا زعلانين يا كريم وده حقنا ان احنا نزعل، بس انا بقول لحضراتكم مع الزعل ده في اخبار حاجه مشرفه. النادي الاهلي عمره ما زعلنا 100%، حتى هو بنزعل منه بيبقى في حاجات ثانيه على الصعيد الثاني، تلاقي لعيبه بيتم تكريمها، تلاقي لعيبه بتاخد جوائز، تلاقي النادي بيتكرم، تلاقي النادي بيدرس حاليا. فالحمد لله يعني معلش يعني كل ده وارد وكل ده بيحصل، لكن احنا بنتكلم هنا ان دي ليها معايير. قصه ان انت يتم اختيارك وتدريسك في لا ليغا في اسبانيا ليها معايير كبيره، واهمها الاداره الناجحه للنادي طوال تاريخه وحجم شعبيته وبطولاته محليا وقريا ودوليا، لان النادي الانجح في القطاع الرياضي في مصر والشرق الاوسط ده بلغه الارقام يا جماعه مش بكلامنا احنا. كمان خليني اقول لحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت
كان متواجد في اسبانيا المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره طبعا عشان يشارك في ماجستير الاداره الرياضيه بمقر لا ليغا بمدريد، وهو المحاضر العربي والافريقي الوحيد بالماجستير واللي شارك فيه كبار المتخصصين في صناعه الرياضه في المستوى هنا العالمي يعني او على المستوى العالمي، منهم محاضرين من فيفا والدوري الانجليزي كريم والايطالي والامريكي للمحترفين لكره القدم، في حاجه محترمه يعني. برضو ما زال تاني هقول ممكن نزعل اوقات كتيره من كبوات بتحصل لنا مع النادي واللي كلنا بنعشقه، لكن على الصعيد التاني مفيش خبر ما بيبقاش حلو برضو، فاهم، بيشيل او بيعمل شويه يعني تعادل كده او بيخلي الميزان شويه كفته متساويه، فاعتقد دي برضو حاجه تفرحنا كلنا. تاكيدا اللي انتوا النقطه اللي كنت بتتكلمي فيها نهاوند، في نفس الوقت اللي كنا كلنا متضايقين جدا من ان احنا شفنا مثلا محمد الشناوي في مباراه بعينها دون المستوى مش ده المعتاد، في نفس اليوم ده كان الشناوي بيحصل على لقب حارس المرمى رقم واحد على مستوى افريقيا، والكلام اللي بيتقال فعلا كلام مظبوط. ما خلي بال حضراتكم ان لكل جواد كبوه، احنا بنتكلم على فريق كبير وعريق وبنتكلم على تاريخ وبنتكلم على قيمه كبيره جدا، مش موسم من بطوله او بطوله معينه هي لو راحت مننا فده هيهز الكيان، ده موضوع ما فيش مساحه ان احنا نختلف عليه. وبالمناسبه برضو استكمالا للكلام اللي بيتقال فيما يتعلق بتدريس ماده النادي الاهلي كنادي القرن والنادي الانجح على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا، مقدمه العرض لماده النادي الاهلي تضمنت شرح عن سوق وعن صناعة الرياضة في مصر بشكل عام ورؤية 2030، ثم تم التطرق إلى تجربة النادي الأهلي الرائدة والأنجح في القطاع الرياضي المصري والشرق أوسطي، وكمان تضمن شرح عن تاريخ النادي وقيمه وثوابت النادي وحجم جماهيريته الأكبر في المنطقة وفقا لإحصائيات رسمية، وكذلك عدد بطولاته المحلية والقارية والهيكل الإداري وضعه التسويقي المتزايد، حجم ميزانيات النادي الأهلي للرياضات المختلفة الموجودة اللي فيه بالإضافة إلى منابره الإعلامية المختلفة ومؤشرات تزايد أعداد المتابعين والزيارات على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للنادي وتصنيفها العالمي بين أكثر 10 أندية متابعة في العالم، وهو ده مستوى النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، يعني العالم كله عارف قيمته وعارف وضعه وعارف تاريخه، فمن باب اولى ان احنا شخصيا نكون عارفين ده، وبالتالي رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها لكل جواد كبوه ودوام الحال من المحال، وبالذات مع حد او مع كيان زي النادي الاهلي، النادي اللي دايما بيتدارك الاخطاء وما بيدفنش راسه في الرمله، لو في اي مشكله ما بيقف وبيحللها وبيوجد لها حلول وبيحلها بالفعل. ففكره ان انت توصل للمرحله دي حاجه مش سهله، ده نتاج لعمل ولجهد مبذول بحب ومنتهى الاخلاص ومنتهى الاحترافيه من زمن طويل من اجل هذا الكيان وعشاق هذا الكيان. بص يا كريم هقول لك على حاجه، خلينا كده نمسك الموضوع من زاويتين. الزاويه الاولانيه احنا عندنا مشكله، احنا عندنا مشكله ومؤخرا زادت قوي، ويمكن ابتدت الكبوه دي من بعد المنتخب باي ذا واي، يعني انا بشوف ان من بعد المنتخب ابتدى عندنا المستوى ما بيبقاش الافضل زي ما احنا متعودين، لان احنا كان عندنا لعيبه كتير بتشارك وعندنا لعيبه دوليه، وانتم عارفين ان يعني تقريبا 80% من النادي الاهلي. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه ما تيجي برضو كده تقيم الموضوع، ما هو في برضو أسس الواحد لازم يمشي عليها، وفي كده عقل الواحد لازم يمشي عليه. أنا عندي مشكلة كبيرة جدا، بس معلش تاني إحنا مش طالعين نقول إحنا ما عندناش مشاكل ويا جماعة عدوا القصة وخلاص بقى، لا إحنا بنتكلم بالعقل. دلوقتي لو جينا قارنا النادي الأهلي بأي نادي تاني، تعالي والله العظيم الكلام ده أنا ما محضراه قبل ما أطلع هوا، أنا دلوقتي بقول لحضراتكم اللي بيجي في ذهني. لو أنا جيت دلوقتي نادي برشلونة، ما هو برشلونه بقاله قد ايه النادي الاسطوره ومشجعين في العالم كله و الى اخره، بقاله سنتين برشلونه في اسوأ حالاته، في اسوأ حالاته لاسباب متعدده، مش لازم تكون نفس الاسباب، انا مش بدي تاني مبرر، لكن بقول لحضراتكم ده بيحصل. النادي الاهلي على مدار سنين طويله جدا يعني فرحنا واسعدنا و الى اخره، دلوقتي عندنا مشكله. وعلى فكره المقاولون يا كريم، يعني انت برضو بتتعادل مع نادي عامل ازاي، مع احترامي الشديد للمقاولون العرب، بس هو نادي بيطمح وبيسعى دلوقتي ان هو ما يخرجش بره الدوري العام، يعني انت زي ما بيتقال كده انت لعبت المباراه وهو اللي عادل. انت كان ممكن جدا فنيا ان انت تحرز هدف واثنين، انت امبارح ما كنتش انت كاهلي، ما بصوا الكلام ازاي عشان بس ما حدش يجي يقول انتوا بتقولوا ايه، احنا بنقول الواقع. لكن على الصعيد التاني
ارجوكم احنا واحنا بنحكم او يعني بنيجي قوي على نفسنا او بننتقد بشكل كبير، ابقوا عارفين دي رياضه. وتاني ده بيحصل في انديه العالم كلهم، يعني يا كريم ده هياش اول مره تحصل. فانا بدي لحضراتكم مثال بسيط باكبر نادي يعني موجود وله شعبيه في العالم، وبرشلونه من الانديه الكبيره جدا واللي اسماء كبيره جدا كانت بتلعب فيها، ومن كان من اكبر الميزانيات، وحصل لهم دروب كبير وبالتالي اثر على نتائجهم، وبالتالي كان ليهم طبعا يعني جماهير غاضبه بشكل كبير جدا. لكن ما شفناش برضو حد قال لك يا عم مش عارف ايه وايه. عارف الانتقادات في الاول في الاخر بتبقى للمصلحه، اللي هو انت قلبك على النادي يرجع مره تانية. وعلى فكره برشلونه بالمناسبه كريم بيعيد حساباته دلوقتي، وعندهم دلوقتي يعني توازن الى حد ما عن الفتره اللي فاتت. وانا بقول لحضراتكم احنا هنشوف او هننبهر من برشلونه في الفتره اللي جايه والمواسم اللي جايه. ده الطبيعي، مش حد بيفضل رقم واحد على طول. فاحنا رقم واحد بالارقام وفي افريقيا وتاريخنا وغيره وغيره، حصل لنا كبوه. هل احنا بقى عشان الكبوه دي نيجي نقول يا كريم لا معلش خلاص انا كده مش عايز كوره تاني، انا ما بقتش احب النادي الاهلي، انا مش عارف ايه، احنا ايه اللي بيحصل لنا؟ لا، احنا اللي بيحصل لنا دروب، ودروب مش حلو، وعندنا مشاكل، واللمسه الاخيره غريبه جدا، وما اعرفش ليه ما بنكملش كوره للاخر، وفي لعيبه مستواها بقى غريب، ولعيبه ما بتلعبش في مراكزها، وحاجات غريبه. بس ان شاء الله ده كله هيمر. لان على فكره من تيجي تتكلم مع اي جيل يا كريم، وضيوفنا الاعزاء طبعا والكباتن اللي احنا كلنا بنحترمهم واللي صنعوا تاريخ كبير مع النادي الاهلي، بيقول لك ده حصل قبل كده كتير. يعني ده على مدار التاريخ حصل ups and downs ups and downs، ده الطبيعي. بس احنا الداونز بتاعتنا او كبواتنا اعلى اقل بكتير من الحمد لله الابس بتاعتنا، فده طبيعي. يعني ده لو جيت قلته بمعدل هيبقى طبيعي. ان شاء الله اللي جاي بافضل. طبعا كده احنا في خطوره على الدوري برده، عشان الواحد يبقى اتكلم بشفافيه عظيمه. دلوقتي بتتكلم بقى انت حظك انت والمنافس هيبقى عامل ازاي، بس احنا كناش نتمنى طبعا ان احنا نوصل للنقطه دي يا كريم فرشور. يعني يعني الحاجه الاكيده ان جماهير النادي الاهلي بقى لها فتره مش بس مش سعيده، لا دي غضبانه، وغضبها مبرر جدا ومنطقي جدا وطبيعي جدا، ويتماشى كل التماشي مع فكره عشقهم لهذا الكيان. يمكن النادي الاهلي نفسه هو اللي عمل بينا، هو اللي عمل فينا كده، هو اللي وصلنا لكده، هو اللي خلانا كجماهير وعشاق ليه عندنا طبعا مشروع تجاه كل البطولات اللي بنشارك فيها. يعني ايه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ان الكاس يروح منك، او ان بطوله معينه تروح منك، او ان الدوري يبقى على وشك انه يروح منك؟ المبدا ده نفسه مرفوض عند جماهير النادي الاهلي. والحقيقه اكيد هنشهد خلال يمكن حتى الساعات او الايام القليله القادمه تغييرات جذريه ينتج عنها محاوله جاده لتظبيط الاوضاع اللي كانت الى حد كبير مش متظبطه الفتره الاخيره. احنا حضرات محتاجين ثوره تصحيح انجاز التعبير، واعتقد ان النادي الاهلي وكل القائمين على النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب وحتى كل المنتمين والمحبين للنادي اكيد هيكون ليهم كلام مختلف الفتره اللي جايه. ثوره تصحيح قد يكون ده اللقب الانسب، يعني ممكن البعض يلاقي ان فيها شيء من المبالغه، لكن ان جيتوا للحق لا احنا محتاجين كده. بقينا نسمع في الفتره الاخيره تعليقات كتيره كلها ماشيه في سكه ان ده ما ينفعش يكون اداء النادي الاهلي، احنا الشو اللي شفناه ده ما ينفعش يكون النادي الاهلي، مستوى اللعيبه اللي احنا متعودين منهم على مستوى عالي جدا ما بقاش كما هو معتاد. كل ده يستدعي ثوره تصحيح، وبرضه هنتكلم مع حضراتكم في هذه التفصيله لاحقا. على كل الاحوال تعالوا بقى نروح للبطوله العربيه للكاراتيه الثالثه عشر للكبار اللي نظمتها مصر في استاد القاهره الدولي بمشاركه مجموعه من الدول زي الاردن، الكويت، الامارات، السعوديه وليبيا. وبيقام على هامش هذه البطوله اجتماع الاتحاد العربي للكاراتيه ودوره متخصصه للمدربين على المستوى العربي. والجدير بالذكر يا حضرات ان فاز لاعبي منتخبنا الوطني للكاراتيه بميداليتين ذهبيتين وايضا ميداليتين فضيتين. طبعا البطوله دي بتقام ضمن توجه الدوله لاستضافه مختلف الاحداث والبطولات العربيه والقاريه والدوليه على مدار العام، يعني بافضل ما تتميز به مصر من مقومات وامكانيات وخبرات تنظيميه الى اخره، طبعا الى جانب القدره على اخراج تلك البطولات في افضل صوره وتحقيق النجاح المتوقع ليها على مختلف الاصعده. طبعا حاجه عظيمه جدا، وعايزين نعرف بقى المزيد من التفاصيل من خلال الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. كابتن صباح الخير على حضرتك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير. انا بيصبح علينا صباح الفل. انا مش عارف، انا مش سامع صوت، مش واصل لنا كده، بتهيألي بقى اظبط. صباح الفل يا فندم، وباليوم مبروك. كل سنه وانتم طيبين جميعا. حضرتك بخير، بالصحه والسلام. مبروك يا فندم الانجاز اللي اتحقق. وعايزين نتكلم مع حضرتك على
المبدأ نفسه، فكرة تنظيم مصر لبطولات عالمية ودولية بتلاقي استحسان كل المشاركين فيها وكل المتابعين، وطبعا لا سيما الصحافة الرياضية. فمبدئيا الموضوع ده بقى لافت للنظر في آخر كام سنة، فتعليق حضرتك إيه على هذا الأمر؟ الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل اهتمام الدولة بأنها تقيم في مصر بطولات وترسل رسالة للعالم أن مصر فعلا قادرة على تنظيم أعلى بطولات على مستوى العالم. فتحنا طبعا بعد كورونا، احنا السنه اللي فاتت نظمنا الدوري العالمي للدراما دي في شهر 9 اللي فات، ونجح نجاح كبير جدا، جت فيه 50 دوله من بره. شهر 12 نظمنا بطوله افريقيا برضو للكاراتيه، ولاول مره تقام من عام 94 داخل مصر تقام، فدي برضو حاجه كبيره ونقله ثانيه خالص. ونجاح عده البطولات اللي تمت على ارض مصر ساعد العالم كله او دول العالم انها تيجي مصر، انها الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والعربي ايضا يبادر ويسارع بان هو ينظم بطولات في مصر. فعلا حطينا على اجنده الاتحاد الدولي حاجه اسمها الدوري العالمي سيريس ايه، وقيمت في شهر 6 الماضي برضه في مصر، برضه حضر فيها 72 دوله، فهو ده برضه انجاز كبير جدا. بالنسبه للبطولات العربيه، احنا كان في اتفاق مع الاتحاد العربي ان احنا مش هنطلب بطوله عشان نساعد الدول كلها انها تعمل بطولات عندها وننمي الاتحاد العربي شويه. وقلت لهم مصر في اي وقت في حاله اعتذار اي دوله مصر هتكون جاهزه انها تنظمها في خلال اسبوع، ما فيش عندنا اي مشكله. وفعلا تم اجتماع الاتحاد العربي اونلاين من 3 اسابيع بسبب اعتذار الدوله اللي هي كانت مضيفه للبطوله، فعرضوا علينا ان احنا نعمل ننظم بطوله في مصر. قلت لهم قوي احنا مستعدين وما عندناش اي مشاكل، وفعلا تم تعديل مكان البطوله فقط من 3 اسابيع، وتم تنظيم البطوله ونجحت نجاح كبير على اعلى مستوى، لان حضرت فيها الدول القويه والمنافسه لمصر ايضا. يعني مثلا الاردن مدربها محمد ابراهيم سالم، ده كان مدرب منتخب مصر وعامل نقله كبيره جدا، وفيها لاعب اولمبي وفيها لعيبه ابطال عالم، وكذلك السعوديه وكذلك الكويت وكذلك الامارات وليبيا موجوده ايضا في البطوله، فده ساعد على ان في احتكاك للعيبه. يمكن احنا برضو شاركنا باللعيبه تحت 21، هي بطوله للكبار، فكل الدول جايبه بلعيبه الكبار، احنا شاركنا بال 21 عشان برضو يبقى احتكاك لهم ونشوفهم على ارض الواقع شكلهم ايه، لان احنا عندنا بطوله عالم تحت 21 في تركيا باذن الله تعالى في شهر اكتوبر القادم. والحمد لله كانت المنافسه قويه امبارح، واخذنا ترتيب عام اول بسبع ميداليات ذهب ما شاء الله، يلينا الاردن بثلاث ميداليات ذهب، ثم الامارات بثلاثه ذهب، السعوديه باثنين ذهب، الكويت بواحده ذهب. فالحمد لله برضو رغم ان احنا لعبنا بفريق 21 الا ان مصر برضو تربعت على عرش البطوله، وانبسطنا ان كل الدول العربيه ماشيه من البطوله مبسوطه، لان لو كنا لعبنا بالفريق الاولاني اللي هم ابطال العالم الموجودين كنا خدنا المركز الاول في الميداليات كلها، فبالتالي هيبقى الدول العربيه ماشيه زعلانه شويه لما خدتش بعض الميداليات، ولكن انا بقول لك بامانه. فطبعا التصور اللي احنا عملناه بال 21 احتكاك نمره واحد، الدول دلوقتي عملت احتفال لنفسها بالميداليات اللي جابتها برضه، فده عمل تقارب اكتر بين الدول العربيه وبعضها ونجح البطوله زياده عن قبل كده، فما بقاش في نفور من لوجود البطولات العربيه داخل الارض مصر، لان برضه مصر اول هي اكبر دوله على مستوى العالم في الكاراتيه، فبالتالي بيعملوا لها 1000 حساب. فالحمد لله كل الدول مبسوطه، ومصر الحمد لله خدت برضه اول بالصف الثاني، وده نجاح كبير للجهاز الفني. يعني معظم الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه طبعا ماشي في سكه تنظيم مصر وحسن تنظيمها لبطولات دوليه وعالميه. طيب بالنسبه بقى لمنتخبنا للاعبتنا، واضح ان في الفتره الاخيره برضه حصلت طفره ملحوظه الحقيقه، ونتائجها يعني جابت نتائج ايجابيه على اكثر من مستوى في اكثر من بطوله شارك فيها اللعيبه واللاعبات المصريين، ده كان نتيجه ايه برضه يا كابتن؟ ما انا بقول لحضرتك بامانه بسبب الاربع سنوات الاخيره تكريم منتخب مصر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واعطاه مسمى الرياضة بالطبقة الأولى والثانية والثالثة، بالنتائج اللي بيجيبها بطولات عالم أو بطولات دورة ألعاب أفريقية أو دورة ألعاب بحر المتوسط وخلافه، ساعد وساعد على إن الكاراتيه يبقى رقم واحد، ساعد إن الأهلي متحفزة جدا اللعيبة إنها تجيب دايما ميداليات ذهبية وتاخد المركز الأول عشان يتم تكريمها مرة واثنين من فخامة الرئيس، واهتمام أيضا معالي وزير الشباب والرياضة بمقابلة اللعيبة في المطار ساعد، عمل تحفيز جامد للعيبه وتكريمهم ايضا ومقابلته لهم شخصيا، ده ادى حافز كبير وانطباع ان الدوله مع المنتخبات القوميه ومع الالعاب الفرديه بجانب الالعاب الجماعيه، فده برضه عمل نقله ثانيه. يعني فينا فخر ان احنا الميداليه الذهبيه الوحيده اللي جت في مصر في الاولمبياد في طوكيو كانت في ريال اشرف لسيده مصريه اول مره في التاريخ، صحيح، ده برضه عمل نقله ثانيه للكاراتيه على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. لعبنا بطوله العالم في دبي خدنا مركز اول في ذوي الهمم ومركز ثاني على العالم
في السوياء بعد اليابان بميداليه واحده، لعبنا بعدها الدوري العالمي في دبي خدنا مركز اول على الدول كلها بالكامل، لعبنا بعدها في شهر 2 بريمير ليج ايضا في المغرب خدنا فيها مركز اول ترتيب عام، لعبنا في مصر سيريس اي خدنا مركز اول، ولاول مره يشترك معانا في الدوري العالمي اللي هو اللي هي بطوله زي الاولمبياد بالظبط بتقام كل 4 سنين اللي هي الاساتذه في امريكا في شهر 6 ده، كانت مصر مشتركه في 9 لاعبين لاول مره في التاريخ، كان دايما بيشترك تقام كل 4 سنين، كانت اول مره كان كل مره بيشترك لاعب او 2 او 3 طبقا للتصنيف العالمي بتاعه، النهارده مصر كانت مشتركه ب9 في 2 ما جابوش تاشيرات، جابوش تاشيره اشتركنا ب7 جبنا فيهم 2 ذهب وواحده فضه وواحده برونز، لاول مره من 72 يجي ذهب في بطوله العالم للاساتذه، فده برضو الدوري العالمي ده الاساتذه دي اعلى حاجه موجوده زي الاولمبياد. اول مره يحصل في تاريخ الكاراتيه، فالحمد لله الكاراتيه بخير ونقله كبيره جدا اتنقلها بفضل اهتمام الدوله، والنهارده برضو الاعلام له شكر كبير مننا، لان فعلا النهارده معظم بطولات الجمهوريه اصبح الاعلام بيجي يصورها يلقي الضوء عليها. البطولات اللي بتنظم على ارض مصر الاعلام بيجي بطريقه كثيفه دلوقتي، بقى فيه اهتمام بالالعاب. جميل، عموما كل اللي اتكلمنا عنه كله جميل ويدعو للفخر، احنا بنهني حضرتك مليون مبروك يا فندم، ومستنيين منكم طبعا ان شاء الله المزيد والمزيد من النجاحات. شكرا حاجه مشرفه ويمكن هو قال مركز اول 6 مرات تقريبا، مركز اول مركز اول، يعني حاجه اكيد تسعدنا كلنا وحاجه مشرفه فعلا. والجمله اللي الدكتور قالها برضو او الكابتن قالها مهمه جدا، لان ما فيش حاجه بتتغير غير لو كان في قرار، يعني طبعا لما في اهتمام جه من القياده السياسيه تلاقي الدنيا كلها ظبطت، فده حقيقي، ده حقيقي فعلا لما الاهتمام اتحصل او يتاكد في الدوله واصبح بعد كده بيعمم واصبح الناس مركزه قوي، ادى فرصه لل هقول ايه لل يعني للتالنتس اللي عندنا، لل مواهب، المواهب اللي عندنا ان هي بجد يعني هي موجوده. خلي بالك من حاجه يا كريم، مش اللي هو لما القياده السياسيه خدت القرار وابتدى يتطبق فابتدت المواهب تبقى موجوده، لا هي اصلا المواهب موجوده بس يمكن ما كانش فيه اهتمام بيها، يمكن ما كانش فيه حد بيلتفت لها، لكن دلوقتي اصبحت كل موهبه موجوده الى حد كبير بتحصل على فرصه والباقي عليها، المهم الفرصه ان انت توفرها. نفسي بقى الفتره اللي جايه ان احنا يعني كل واحد في مكانه ما يبقاش مستني قرار سيادي، ما يبقاش مستني قرار من السيد رئيس الجمهوريه شخصيا عشان من خلال القرار ده تترمي طوبه في المايه الراكده، ما كل واحد يلم بمسؤولياته ويشوف هو مطلوب منه ايه ويشتغل عليه. بس تغيير الثقافه محتاج كده، لو انت ترجع كده موضوع سريع جدا ملوش علاقه بالبرنامج اصلا موضوع الكوتا زمان في مجلس الشعب عشان المراه، انت عشان تفرض فكر جديد لازم ان انت تعمله بالقانون الاول، بعد كده الثقافه بتتغير، ده شيء يعني في السياسه. ما علينا، خلينا نكمل مع حضراتكم لان استكمالا الخبر اللي كان بيتكلم فيه كريم كمان، كان امبارح ختام منافسات بطوله العالم الخماسي للحديث للكبار، ويمكن انا وكريم لا انت ما كنتش معايا بقى، انا اتكلمت عليه الاسبوعين اللي فاتوا وكنا بنتابع يوم بيوم الجديد، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين بمشاركه 43 دوله واستضافتها مصر، وكانت فعاليات محترمه جدا وتنظيم رائع جدا بالاسكندريه، وكان محمد الجندي بقى لاعب المنتخب الوطني الخماسي الحديث احرز الميداليه الفضيه عقب حصوله على 1512 نقطه، وبكده بقى تبقى رصيد مصر او مصر حققت 3 ميداليات في البطوله، ذهبيه تتابع للسيدات وفضيه تتابع للرجال، بالاضافه لفضيه فردي الرجال اللي احنا بنتكلم عليه محمد الجندي، ومصر كده استضافت حتى الان بنتكلم برده 158 بطوله دوليه في كل الالعاب. شوف احنا كنا زمان من كام سنه ما عندناش بطوله دوليه واحده غير واحده ولا اثنين، وكانت اللي هي بطوله الجونه وحاجات زي كده، بس فعلا دلوقتي انت اصبح عندك طفره كبيره جدا، حاجه بجد يعني تشرف. على كل حال خلينا ناخد على التليفون دكتور شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. دكتور شريف صباح الفل، وكنا مع بعض متابعين الاسبوع اللي فات واللي قبليه، وحاجه كانت حلوه جدا وحضرتك كنت متفائل جدا، وفعلا النتيجه دلوقتي او النتائج حاجه تشرف. طبعا كل سنه وانتم طيبين، صباح الخير. صباح الفل. كلها نتيجه رائعه طبعا امبارح في فوز بطلنا محمد الجندي المركز الثاني والميداليه الفضيه على مستوى الكبار، واللي الناس لازم تعرفوا ان محمد الجندي هو الشقيق الاصغر لاحمد الجندي صاحب فضيه اولمبياد طوكيو الماضيه، وان احمد كمان شارك اول مشاركه دي بعد الاصابه وبعد العمليه وبعد التاهيل اللي كان المفروض ياخد 6 شهور، انما بعد 3 شهور ونص يمكن عملنا له تيست وكان جاهز، مش بجاهز بنسبه 100%، انا بجاهز بنسبه 85 90%، قرر الاتحاد ان هو يشارك واحرز المركز الخامس
على مستوى الكبار في اول مسابقه، ودي برضه بدايه مطمئنه جدا الحقيقه لينا. وفريق نفسه فريق مصر احرز المركز الخامس على مستوى الفرق امبارح. امبارح برضه كان نهائي السيدات وكانت مفاجاه طبعا البطوله، الحصان الاسود البطوله كان ملك خالد اسماعيل لاعبه منتخب مصر للناشئين والشباب مواليد 2005 اللي قدرت توصل للنهائيات، والنهائيات عندنا افضل 18 مع بطلتنا سلمى ايمن صاحبه الميداليه الذهبيه طبعا في اولمبياد الشباب 2018 لو تتذكرها. وسلمى قدرت تخلص المركز السادس على الكبار وهي مواليد 2000 برضه لسه صغيره. فده كله يعني نتائج مبشره. الملك طبعا خلصت المركز ال 18 لانها لسه برضه قدامها مشوار كبير، والفريق نفسه تكملته كانت اميره امثيل احرزوا المركز الرابع يا دوبك يعني ما خدناش ميداليه في الفرق. نتائج الحقيقه رائعه زي ما حضرتك قلتي، الذهبيه والفضيه في اول يومين في زوجي السيدات اميره امثيل وهايدي عادل، ثم وفضيه الرجال احمد اشرف واسلام حامد. نتائج اكثر من رائعه. النهارده هو الختام الفعلي للبطوله بزوجي المختلط، نحن مثلنا في سلمى ايمن ومحمد الجندي. نتمنى برضه لهم التوفيق. 19 فريق النهارده بيلعبوا في الزوجي المختلط او 19 دوله. ان شاء الله ان شاء الله يمكن ربنا يكرمنا بميداليه اخرى ويبقى مسك الختام باذن الله. كل التوفيق، بس على الارض في بجد تطور وفي شغل، وده اهم شيء ان الناس تشوف شغل بيحصل وفي مجهود بيبذل وفي تنظيم عن الفتره كمان اللي فاتت. فكل التوفيق، واحنا بنشكرك اكيد وبنشكر اكيد اللعيبه بتاعتنا وابطالنا. شكرا ليك جدا يا دكتور. شكرا، حاجه جميله والله. انا متابعهم اصلي يوم بيوم الاسبوع اللي فات. لا، فكره ان انت ويعني كل يوم نجاح ما بتتكلمي عنه في برنامجك حاجه حلوه. ويوم الافتتاح اصلا احنا فزنا كمان، فيعني عارف اللي هو يوم افتتاح واول ماتش وانت فزت، فيعني دي كانت بدايه حلوه. انا حتى قلت كده بدايتها مسك مش نهايتها مسك. فيعني جميل. نروح بقى مع حضراتكم لخبر تاني ليه علاقه بماراثون، ودايما لما بيتقال كلمه ماراثون تعرفوا ان ورا الماراثون ده دايما بيكون في هدف معين او رساله ما بتتبعت للناس. خلونا نروح لماراثون بيئي رياضي اقيم في اطار استعدادات مصر لاستضافه مؤتمر التغيرات المناخيه كاب 27 المقرر عقده بمدينه شرم الشيخ في نوفمبر المقبل ان شاء الله. نظمت وزاره البيئه الماراثون البيئي السنوي للعام الثاني على التوالي تحت عنوان من اجل مكافحه التغيرات المناخيه. طبعا ده تم بالتعاون مع محافظه الاسكندريه. هدف الماراثون هو توعيه الشباب بالاخطار اللي بتهدد البيئه ومنها قضيه التغيرات المناخيه وحشد طاقات الشباب المشاركه الايجابيه في هذه القضيه الهامة جدا. كمان تم خلال هذا الماراثون إلقاء الضوء على مشكلة المخلفات البلاستيكية وطرق الحد منها من خلال البدائل الآمنة والصديقة للبيئة. شارك في الماراثون ده 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات، حيث بدأ الماراثون من أمام قلعة قايتباي التاريخية وطبعا مرورا بمجموعة أحياء انتهاء بمكتبة الإسكندرية والعودة مرة أخرى بإجمالي مسافة بلغت 10 كيلومتر. وطبعا كان حدث رياضي ناجح جدا الحقيقة. بص احنا لسه في الاحداث الرياضيه، لان معانا برضو خبر تاني في مدينه بقى العالمين الجديده اللي شهدت عده فعاليات مؤخرا كمان رياضيه ودوليه، كانت يعني اخرها بطوله مصر الدوليه لسباقات السيارات وتضمنت سباقات متنوعه. يعني عندك الدريفت وانواع جديده او كتيره من التحديات. يعني على كل حال شارك على هامش البطوله دي 200 دراجه بخاريه، خليني اقول لحضراتكم يعني. ومهم برضو هنا لما نذكر حاجه زي كده احنا نتكلم عن برضو الفعاليات الرياضيه اللي بتساعد في الترويج للمشروعات القومية الجديدة اللي احنا بنتكلم بشأنها طبعا. واللي أكيد برضو بتبقى تحت قيادة سيادة الرئيس، والشغل اللي معمول من كل المنظمين والشباب على فكرة اللي بيشارك وبينظم لهم كل التحية برضو. فأحداث كتيرة وتطور وتنمية بتحصل على أرض الواقع، مهم أن أنت تفرجها للناس. أصل يا كريم لو أنت طبعا عملت تجديد أو عملت تطوير والتطوير ده ما حصلوش ماركتينج أو الناس مش شايفاه، أنت بس اللي شايفه، حتى اللوكلز اللي هو احنا كمصريين مش شايفينه، فدي بتبقى مشكلة. يبقى كده اصلا في فشل في المشروع. لكن لما انا اعمل حاجه واعمل شيء ناجح على الارض وابتدي اروج ليه بشكل كبير داخليا وخارجيا، هو ده الشغل، هي دي الثقافه، هو ده الشغل اللي بيتم او بيطلق عليه السياحه الرياضيه او الترويج اصلا للسياحه عن طريق الرياضه. فشيء محترم جدا بياكد لك ان عندك بنيه تحتيه اكيد محترمه واكيد مبهره، تحديدا في مدينه العالمين احنا بنتكلم. الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون برضو النسخه الثانيه هتنظم
في مدينة الجلالة، والنسخة الثالثة هتنظم في العاصمة الإدارية الجديدة، وده طبعا تاني القاز بتاعها أو السبب بتاعها أن أنت عايز تعمل ترويج للمنشآت والأماكن الجديدة بتاعتك والتطوير اللي على الأرض. فبرضو بالمناسبة عشان برضو أنقل لحضراتكم الصورة كاملة، المدينة دي أو السباق ده أو الفعالية دي ناس كتيرة جدا تحديدا على السوشيال ميديا كانوا بيتكلموا عنها، وأجانب مش بتكلم مصريين، أجانب، تم الترويج ليها بشكل كبير جدا، ناس حابين المكان. أنا معرفش أنت رحت العالمين ولا أنت رحت العالمين، رحت المستشفى بقى. رحت المستشفى بعيد عنك. لا لا ممكن أكلمك عنها بالتفصيل لو حابة تاخدي فكرة. لا مفيش داعي. لا بس منطقة حلوة. كلامك بصي كلامك مظبوط. ليه؟ لأن كمان ابتدينا نشوف انعكاس إيجابي طيب ملموس للي إحنا بنتكلم فيه ده. كنا الأول من كذا سنة أول ما اتعملت لو تفتكروا بطولة السكواش اللي اتعملت في الجونة، وقلنا كويس ونلقي الضوء على المحافظات الساحلية المختلفة والسياحة الرياضية إلى آخره. شوية بقى في عندنا مسابقات رياضية وأحداث فنية وثقافية بيتم مثلا تنظيمها مثلا تحت سفح الأهرامات وقنوات العالم كلها بتنقلها، حاجة عظيمة. العالمين مؤخرا اسمها بقى بيتردد كتير جدا نتيجة وجود فعاليات مختلفة ثقافية فنية ترفيهية رياضية، كل دي حاجات بتلقي الضوء على أماكن جديدة اتعمل فيها شغل أكتر من رائع وأكتر من ممتاز، وبنتمنى إن شاء الله إن كل هذه المستجدات تؤتي ثمارها في القريب العاجل. طيب اتفضل يا فندم. أنت شايفة كده؟ أنا شايفة إن أنت أكيد الفاصل وحشته. هو وحشته بقالي أسبوعين ما قدمتش فواصل. أنا اتهريت فواصل. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا. طيب دلوقتي جت فقرة الصحافة وهنروح لمقر جريدة الشروق تحديدا ومراسلتنا العزيزة سالة حامد عشان نتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع. ويمكن أول خبر مع سالة هو من الشروق بيتحدث، أو العنوان كده بيتكلم عن سواريش: الأهلي بيواجه ظروف لم تحدث في العالم. ده جزء من التصريحات لأن سواريش كان ليه تصريحات كتيرة جدا، يعني برضو بمناسبة أن سالة معانا وهنسألها في كل التفاصيل دي. هو قال أن الفريق فعلا ظروفه صعبة جدا و انتهت بالتعادل طبعا، لكن كان في ظروف ربما احنا نعرف تفاصيلها اكتر. هو يقصد ايه تحديدا بالظروف؟ هل هي حاجات غير اللي احنا نعرفها ولا لا؟ وقال كمان المباراه شهدت وقائع مثيره للجدل من جانب طاقم التحكيم، وان هو بيتكلم او اضاف: لا اتحدث عن اعذار يا كريم، ولكن الاهلي خاض عدد كبير جدا من المباريات فتره قصيره للغايه. على كل حال تفاصيل كل الكلام ده وايه بالظبط اللي يقصده هنعرفها من زميلتنا العزيزه سالة حامد. سالة بونجور، وكل سنه وانت طيبه مره كمان، وخلينا نعرف منك. تفضلي. انت طيبه انا هوند، خليني اصبح عليكي، وطبعا اصبح عليكي يا كريم واقول لك الحمد لله على السلامه. نورت تاني برنامج 10 الصبح في الاهلي، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وجوله صحفيه جديده ولكن من جريده الشروق. هكون معاكم عشان اقول لكم كل الاخبار وابرز العناوين والاخبار من الصحف الرياضيه سواء على المستوى العالمي او على المستوى المحلي. ويمكن خلينا نبتدي باول خبر زي ما انت قلت يا هوند، اول خبر من جريده الشروق تحت عنوان سواريش: الأهلي يواجه ظروف لم تحدث في العالم. يمكن تحدث ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الاهلي امبارح بعد يعني المباراه، مباراه النادي الاهلي ونادي المقاولون العرب اللي انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، وفي المباراه اللي اقيمت يعني ما بين الفريقين على استاد المقاولون العرب في دي المباراه هي المباراه المجله من الجوله ال 21 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ويمكن قال سواريش في تصريحاته بعد المباراه انه الاهلي زي ما انت قلت يا نهاوند لعب 10 مباريات في 30 يوم، وهو امر لا يحدث في العالم، وان هو مش حابب ان هو يعني يلقي الخطا على حد من لاعبي النادي الاهلي. وكمان قال في تصريحاته انه مش حابب يتكلم كتير عن اداء لاعبي النادي الاهلي في مباراه امس، وانه يعني مش حابب يتكلم اكتر من كده عشان ما يكونش بيحط اعذار لاداء لاعبي النادي الاهلي. كمان ان هو غير 5 لاعبين في المباراه الماضيه وبيحاول ان هو يتغلب على الظروف اللي يعني موجوده في الوقت الحالي واللي بيواجهها فريق النادي الاهلي. كمان قال انه اتلغى لينا هدف وانه اتيحت لنا اكثر من فرصه خطيره ولكن تصدى لها حارس المقاولون العرب وكنا احق بالفوز اليوم. كمان في تصريحاته كشف عن بيرسي تاو ان هو لم يصل الى الحاله البدنيه اللي تسمح له بالمشاركه في المباريات، ومع وصوله للقاهره يعني بعد ما تولى منصب المدير الفني لفريق النادي الاهلي بدات الاصابات العضليه، وارد ان نتحدث طوال الليل عن اصابات او عن اسباب الاصابات دي. تمام.
تاني خبر معانا النهارده من اليوم السابع تحت عنوان محمود جابر يحذر منتخب الشباب من خطوره هجوم المغرب. يمكن تاني خبر معانا وهو عن انه حذر كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر الشباب 2003 مواليد 2003 حذر اللعيبه من خطوره هجوم المنتخب المغربي للشباب 2003 قبل المواجهه اللي هتجمع ما بين المنتخبين مساء اليوم الاحد الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره في الربع النهائي من بطوله كاس العرب واللي هتقام في دولة المملكة العربية السعودية. يمكن تأهل منتخب مصر نهاوند وكريم للدور الثمانية بعد ما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد ما فاز على منتخب عمان بهدف دون مقابل ومنتخب الصومال بهدفين دون مقابل. ده بالنسبه لمنتخب مصر. بالنسبه لمنتخب المغرب تأهل منتخب المغرب متصدرا لمجموعته اللي بتضم منتخبين منتخب السودان ومنتخب فلسطين بعد ما فاز على فلسطين في ختام دور المجموعات تصدر المجموعه وكمان بعد ما فاز على منتخب السودان في انطلاق المشوار. والخبر الثالث معنا النهاردة من موقع يلا كورة. رسميا الكاف يعلن تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2024. أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مساء السبت جميع الاتحادات المحلية بتأجيل تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 واللي هتقام في دولة كوتيفوار. سبق وأعلن قبل كده كمان الاتحاد الأفريقي عن تأجيل إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية لتقام في يناير 2024 بدلا من يونيو 2023. يمكن كمان قرر الكاف إقامة المباريات الجولة الثالثة والرابعة خلال يعني فترة من يوم 20 ل 28 مارس 2023 والجولة الخامسة من التصفيات من يوم 12 ليوم 20 يونيو 2023 والجولة السادسة والأخيرة هتكون من يوم 12 سبتمبر 2023. الخبر الرابع والاخير اللي هيكون معنا النهارده هيكون من سكاي نيوز تحت عنوان ماني يقود بايرن ميونخ للسوبر الالماني ورساله لليفاندوفسكي. بدأ بايرن ميونخ الألماني عهده الجديد مساء السبت من دون هدفه أو هدافه عفوا البولندي روبرت ليفاندوفسكي وهو اللي كان أو بايرن ميونخ أحرز يعني امبارح لقب كأس السوبر الألماني للموسم الثالث على التوالي بنتيجة 3-5 بينما أو بين الأهداف دي كان هدف لوفده الجديد السنغالي ساديو ماني ولم يعاني بايرن ميونخ كثيرا بتسجيل الأهداف في أول مباراة رسمية ليه بعد رحيل هداف أوروبا ويعني كابتن الفريق السابق ليه روبرت ليفاندوفسكي وده عن صفوف الفريق بينما تألق نجوم الفريق الآخرين في مباراة أمس منهم السنغالي ووفد الوفد بايرن ميونخ الجديد وهو النجم ساديو ماني. دي كانت كل أخبارنا النهاردة كريم وهوند من يعني جريدة الشروق وجولة صحفية جديدة من برنامج عشاء الصبح في الأهلي. العودة مرة أخرى للاستوديو والكلمة ليكي طبعا يا نهاوند. بشكرك يا سالة على هذه التغطية ونشوفك إن شاء الله في تغطية أخرى الأسبوع ده. على كل حال بس تعقيبا على أول خبر اللي كنا بنتكلم عليه وتصريحات سواريش لأن سواريش تحدث برضو بمنتهى الشفافية ودي حاجة يعني كلنا عارفينها برضو في الأول في الآخر مش تصريحات اتخضينا منها. هو فعلا بيقول لك إن يعني في أسباب كتيرة جدا وفي مشاكل كتيرة جدا واللي بيعاني منه الأهلي من غياب أو فكرة هنا غياب التوفيق ليه أسباب كبيرة. فعلى كل حال يا كريم النقطة دي احنا نفسنا يعني احنا حطينا ايدينا على المشكلة واحنا بقالنا فترة طويلة بس احنا محتاجين نعرف الحل ايه الفترة اللي جاية كمان. طب احنا هنعمل ايه؟ طب ايه المطلوب مننا كجماهير؟ في حاجة مطلوبة مننا؟ طب ايه المطلوب من مجلس الإدارة؟ طب ايه المطلوب من الجهاز الفني؟ طب ايه المطلوب من اللعيبة؟ يعني بتهيألي كل واحد عليه دور ان الفترة اللي جاية يتم بقى يعني تحسين المستوى بشكل كبير جدا والعوده مره ثانيه للاهلي اللي احنا نعرفه للروح اللي احنا نعرفها ويعني للنجاح اللي احنا معتادين عليه. لكن الوضع حاليا طبعا محزن لكل شخص بيعشق هذا الكيان. مش هضحك عليك ولا على نفسي احنا زعلانين. فطبعا في غياب للتوفيق انا متفقه مع سواريش مليون في الميه كلنا متفقين في غياب للتوفيق غير عادي. وعايزه اقول لكم برده يعني بمناسبه الاصابات اللي احنا كل شويه عمالين نسمعها وبنقول يا رب نقف على كده الشابي عماله تزيد. يعني عارف يا كريم انت عندك اصابات متعدده وادت لغيابات متعدده ولاعيبه اساسيه وكل شويه تيجي تقول يا كريم ايه انا خلاص انا الحمد لله على كده بقى ما يزيدش. لا بيزيد.
في عدم توفيق مش عادي، لازم ثوره يعني تصحيح. لا والله العظيم، في يعني الدكتور احمد ابو عبله طبعا طبيب يعني الفريق الاول بيقول لك لا عندك مشاكل، وبيحكي كده انا معايا يعني، واتكلم عن عبد القادر ان هو بيجري اشعه وان في الام خلفيه ورق خروج صلاح محسن. يعني الواحد مش عايز حتى يقرا الاخبار دي بالتفصيل، بس ربنا يعني وفقنا، ما ربنا يعدي الفتره دي. زي ما احنا قلنا في كبوات بتحصل، الفتره احنا دلوقتي حاليا في كبوه، حصلت قبل كده حصلت، ممكن تحصل في المستقبل هتحصل، بس هنظل في ظهر النادي الاهلي ده في الاول وفي الاخر ما فيهوش نقاش، مش موضوع شك ابدا. بس احنا نفسنا نفرح يعني تاني الدوري كده كريم. لا يعني لازم ثورة تصحيح، ماشي ما كلامك مظبوط، بس ملهاش حل، والحكاية عموما ملهاش حل غير كده عشان تعود الأمور لنصابها ويعود النادي الأهلي كما اعتدنا منه، واللعيبة نشوف منها المتوقع منها واللي يتماشى مع فكرة إن أنت لاعب في النادي الأهلي، لأن دي بالنسبة لناس تانية كتير حلم بل وأملة كمان ناس كتير. فاللي ربنا كرمه وفتح عليه ووفقه وبيلبس تيشيرت النادي الاهلي وبيمثل هذا الكيان المحترم، مطلوب منه حد اعلى حد ادنى، مرتفع جدا من الجوده، وده اللي احنا كنا متعودين عليه الحقيقه. ما بقاش يحصل، ما بقناش نشوفه في الفتره الاخيره نتيجه اسباب كتير، لازم كل سبب منهم على حده يتوقف قصاده ويتوجد له حل، والا هيبقى الوضع على ما هو عليه، وده ما يمشيش اصلا لا مع النادي الاهلي ولا مع يعني جماهير النادي الاهلي الحقيقه. فان شاء الله بنامل ان الفتره اللي جايه تشهد ثورة تصحيح ينتج عنها عودة النادي الأهلي لمكانه الطبيعي وموقعه الطبيعي اللي يستحقه عن جدارة وعن استحقاق. تعالوا بقى نروح لخبر أعتقد أنه هيهم كتير جدا مننا، لمجرد أن ابننا محمد صلاح طرف فيه، حقق ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية بعد ما فاز على مانشستر سيتي بثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء اللي شهد تسجيل محمد صلاح لهدف من ركلة جزاء سجلها في الدقيقة 83. ليفربول بالمناسبة هيستهل مشواره في بطولة الدوري بمواجهة فولهام يوم السبت الجاي إن شاء الله، فيما سيحل مانشستر سيتي ضيفا على ويست هام يوم الأحد. بكده يكون الفوز يعني اللي اتحقق ده من خلاله نقدر نقول ان محمد صلاح حقق كل الالقاب الرسميه مع ليفربول، لانه كان ينقصه فقط لقب الدرع الخيريه فقط لا غير ليكون محققا لي كل الالقاب، حيث فاز بلقب البريمير ليج وكاس الاتحاد الانجليزي وكاس رابطه المحترفين والدرع الخيريه اللي هي السوبر الانجليزي، كمان حقق دوري ابطال اوروبا وكاس السوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه. الحقيقه يعني شغل عالي جدا بيحصل في ليفربول. بص احنا معانا خبر كمان، او بمناسبه يعني ان احنا لاعبتنا اللي بنفتخر بيهم المصريين في الخارج، وده اخر خبر بالمناسبه، توج فيه محمود او توج محمود حسن تريزيجيه لاعب ترابزون سبور بلقب هنا بقى كاس السوبر التركي بعد الفوز على سيفاس سبور باربع اهداف دون مقابل. كان ماتش حلو قوي، ماتش كان قوي جدا على فكره، وطبعا ده بيعد كده اللقب الاول لتريزيجيه منذ بدايه احترافه وخروجه من الاهلي، وشارك طبعا لو هنتكلم شويه في التاريخ او يعني في الماضي، وشارك او تحديدا في المباراه دي، شارك في المباراه من البدايه وخرج في الدقيقه 74 يا كريم، لكن بجد كان اداء رائع من الدقيقه الاولى فعلا، سجل فريقه اربع اهداف اكثر من روعه، مباراه حلوه. في مباريات كده لازم تقال عليها حلوه، فعلا مباراه حلوه، ومبروك تريزيجيه على التالق اللي انت عامله ده، يعني الواحد بيفرح اهو بمصريين او لعيبه عنده او رياضيين اكيد بيرفعوا برده كده اسمنا في طبعا الخارج، فحاجه اكيد مشرفه. وهنختم بقى بالحاجه المشرفه دي عشان نروح فاصل، هنرجع بعد كده عشان نتكلم في ملف طبعا الاهلي، وزي ما كريم قال فكره هنا تصحيح مسار الى حد ما، هل ده ممكن ولا لا، وارد ولا لا، طب عشان يحصل انت منتظر ايه، انت محتاج ايه، كل ده خلينا نناقشه في الفقره الحواريه. فاصل ونرجع نكمل. طب خلينا كده نبدا كلامنا ونقول ان اكيد تعادل الاهلي امام قولون العرب يعني محتاج كلام كتير، لا محتاج كلام كتير، لان لسه عندنا يعني زي ما تتقال كده او ما زال مسلسل اهدار الفرص مستمر، والله اعلم الى امتى، يعني هو مستمر مش عارفين نهايته امتى، عندك اصابات وعندك دلوقتي بقت مستشفى الاهلي موجوده في كل مباراه، بصراحه حاجه بقت صعبه جدا، لا ملفات مهم ان احنا نفتحها بمنتهى الصدق ومنتهى الشفافيه بصراحه. خلينا نرحب بكابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي السابق، وهتبقى فقره يعني معلش بقى الصراحه فيها بنسبه 10%. فقره حزينه النهارده، النهارده حزينه كده شويه كده، انا جاي اهو بص اسود اهو. لا مش يعني حقنا نزعل وحقنا نحبط نزعل، وعايزين نفهم يعني مع كل ده عايزين بس نفهم كابتن حشيش هو في ايه، يعني معلش هل هي القصه كلها
كلها تندرج تحت بند او كده جمله اجهاد، ولا الموضوع اكبر من قصه اجهاد؟ معلش نفهم من حضرتك بخبرتك. لا هو طبعا مش المساله، مش مساله اجهاد بس، اجهاد ده ما احنا عارفينه من فتره كبيره. طيب عملنا ايه عشان موضوع الاجهاد؟ احنا عارفين ان احنا مجهدين، وعارفين ان الجدول مش هيتغير، هو كل 3 ايام بنترزق ماتش، اللعيبه هي اللعيبه موجوده. كان لازم من زمان، والكلام ده انا قلته من حوالي شهر بعد ماتش سموحه، يا جماعه لازم ندفع بالناشئين، لازم يبقى في دم جديد، لازم يبقى في ناس عايزه تلعب، عايزه تثبت نفسها. اللعيب الناشئ اللي ما عندوش خبره، ولد صغير لسه، انا بالنسبه لي افيد من لعيب كبير مش قادر يقف. هو مين اللي كان متالق؟ زياد طارق وكريم فؤاد؟ مين اللي كان متالق المباراه دي واللي قبلها مثلا؟ يعني ولو حاولت تشركي من 3-4-5 مباريات او 6 مباريات برضو ناشئين، كان زمانهم دلوقتي كويسين. كريم مثلا البكرايت مش كان ما كانش بيلعب، وبرضه اول ما نزل اول مستواه بعيد، ومش مستواه بعيد امبارح في ظل الظروف دي، من احسن الناس اللي كانت بتجري وبتتحرك وبتمشي. فاحنا لا، احنا مصممين على النجوم، ونقول اجهاد ونقول استشفى. طلعت فانا مره قلت يا جماعه مفيش حاجه اسمها استشفى. الاستشفى ده لما يبقى انا عندي جدول منتظم، واجي في اسبوع او اسبوعين يا كريم اروح ضاغط ماتشات، ابقى في حمل فاعمل استشفى. انما لما اكون انا خلصان اساسا، في لعيبه خلصانه عندي، مش هينفع معاها الاستشفى ده، بالعكس انا هقاوح والعبها هتوصل لحد الاصابه. علي معلول مثلا اهو مثال، لا قدر الله علي ده ممكن لو استمر كده يعمل زي السوليه. السوليه كان تعبان وبيلعب، تعبان وبيلعب، ومعتمد ان انا هعمل له شويه مساج واعمل استشفاء. استشفاء ايه في ان انا النهارده بلعب بريح بكره وبعد والعب اللي بعده، وده مش ظروف اسبوع ولا اسبوعين، ده ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ولسه الدنيا ماشيه. شوف عندنا كمان كام مباراه. فانت القرار اللي كنت قلقان تاخده والعب بالصغيرين ولسه واصل الدوري وبتاع، دلوقتي غصب عنك هتلعب، لان انت اللعيبه بقى مش مجهده بس، اللعيبه مصابه كل شويه مصابه. يعني عندك السوليه الماتش اللي فات امبارح 2، بأمارة ايه ان 2 زي صلاح محسن واحمد عبد القادر يحصل لهم اصابه بعد 10 دقائق؟ يبقى في حاجه غلط. طب وبعدين في فرق يا جماعه ما بين لعيب كبير اما يبقى مجهد ولعيب صغير. المفروض ان نسبه المقاومه بالنسبه للعيب الصغير اكبر بكتير. يعني انا لما اضغط 4 ماتشات وانا كبير، غير ما ابقى مثلا عندي 22 23 سنه 24 سنه والضغط ماتشات. بس برضه في المقابل يا كابتن حشيش، وحتى انت سيدي العارفين، اللعيب الكبير حتى وهو مجهد بيبقى عطاؤه اكبر بكتير من اللي احنا شفناه. يعني بعيدا عن الاصابات، انا بتكلم على بس على بند الاجهاد. يعني اللعيب الكبير المخضرم صاحب الخبرات المتراكمه حتى وهو مجهد هيأدي هنقول 50% من طاقته. ال 50% من لعيب كبير مهاري، لعيب محترف، المفروض يورونا حاجه غير اللي احنا شفناه. في قلب بقى، وفي حماس، وفي روح اللي احنا طول عمرنا بنقول عليها روح الفنانه الحمراء. انا مش عايز اقصوا على اللعيبه قوي، بس لازم، لان هم فعلا في بعض التقصير. يعني احنا في ثوابت في النادي الاهلي ومبادئ معينه، انا خايف ان مجموعه اللعيبه دي تضيع الكلام ده. يعني حته الاهلي ما انحضر، فين الكلام ده؟ فين الاهلي بلس 90 يا جماعه؟ فين الكلام ده؟ الكلام ده ابتدى يبقاش موجود خلال الفتره اللي فاتت. وده شيء يعني ما اختلفناش عليه بقالنا شوف كام سنه، لكن منه مؤخرا ابتدى يبقى مش موجود ال 90 بلس بالظبط. يبقى في حاجه غلط. لا في طبعا كان بيبقى في فترات كبيره جدا جدا، والناس كلها عارفه ان المدرب بيمشي في وسط الموسم وبيمسك حد من ابناء النادي الاهلي وبيكمل. ومع ذلك بتبقى ما بتحسش بالتغيير. ليه؟ لأن الحماس وروح الفانيلا والارتباط وكده. لازم نشوف اللعيبة دي مش جوه الملعب بس وبره الملعب. لأن القصة دلوقتي ما بقى مجهد وتعبان مش مستحمل ان انا مثلا اخد مراتي وانزل نعمل شوبينج مثلا. لا ده انا غصب عني لازم اقعد في البيت. عقوبة حلوة كابتن سيد حطها يعني خلاص، هو يعني وليه حق الصراحة. المفروض احنا في ايه ولا في ايه ده الناس يعني؟ انا هواند المفروض من غير ما الكابتن سيد ياخد القرارات دي، انا كلاعب لازم احس بالمسؤولية. طبعا لازم احس بالجمهور اللي انتوا بتشوفوه كل ماتش الاهلي بيتعادل ولا بيخسر،
والتاني ماتش تقول ايه لا الجمهور بقى مش هيجي، فرقها ثلاث ايام بس ممكن والجمهور يجي وحماس أيوة. وقوه بس اقول لحضرتك بصراحه اللي اتقال يعني يقول لك بعض الناس شايفه ان يفكوا عن نفسه، ما اعرفش بقى برضو ده في علم كره القدم حضرتك ادرى، انا ما اعرفش الكلام ده. وانا لازم افك نفسي وانا طاير في الشوارع واروح واخرج وبتاع، افك عن نفسي في البيت، بل بالعكس انا اسمع مزيكا اركز ابقى موجود في البيت اريح نفسي، لان كل حركه مجهود. يعني ما تقنعنيش ان انا وانا قاعد في البيت بالليل زي ما انزل اركب عربيه واروح واسلم على ده واروح على ده وانزل ده، ما يعني طبعا مختلفه. غير كده كمان التركيز بتاعي انا هعمل ايه في انا المفروض يبقى همي صحيح انا هعمل ايه في البطوله اللي الناس بتموت عشانها، الناس بتموت عشانها، انما لا في تقصير طبعا موجود. وده اللي مزعل الجمهور على فكره، يعني هو ده اللي مزعل الجمهور، ان الناس حاسه ان اللعيبه ما بتديش كل اللي عندها. يعني هقول لك على حاجه، ابسط حاجه لو هنتكلم مثلا على ماتش امبارح، انت ما حسيتيش بالموت وبالحماس قوي الاخر ربع ساعه لما حسوا ان المباراه راحت؟ طب فين من اول دقيقه الكلام ده؟ فين الاستقتال والاستموات وفين الكلام ده؟ اصلا التفصيله دي اتكررت في كذا ماتش قبل كده، في كذا ماتش مش ماتش واحد. يبقى اذا الخلل عندي، ما تحسش ان في حد كمان في الملعب قبل كده، كان في لعيبه ما بتحس كباتن الفرقه تحس بحاجه بيلموا اللعيبه، ما تحسش برضو ان اللعيبه الكبيره برضو يعني بتلم في الناس وفي الملعب ويلا ونشيء، ما بتحسش بالموضوع دوت. وبعدين يجوا يتكلموا على مدرب لسه جاي بقى له النهارده تقريبا شهر، لسه ما حفظش اسماء الناس، لسه الراجل اللي طلع في المؤتمر واتكلم كلمه كويسه بصراحه، قال انا عندي حاجات عايز اديها للفرقه بس ما عنديش وقت. لما العب النهارده تاني يوم هل اقدر ادي نفس حاجه؟ لا، بيبقى في عرف الكوره تمرين خفيف وبعدين تمرين تاني بعده اجهز الناس عشان الماتش. لا هو يبقى جنان، معلش يبقى جنان رسمي يعني وعدم اتزان لو انا دلوقتي هحكم على سوارش. لا يمكن يا جماعه بالمنطق كل حاجه بتتم، ده كده احنا ما بنفهمش كره قدم خلص. انا لا يمكن دلوقتي احكم ابدا على سوارش، فالقصه لسه احنا تبعات مغادره موسيماني ونتائج طبعا. قرارات موسيماني، واللي بعض بيقول كانت غلط والبعض يقول لك كانت صح، وان بعض اللعيبه كانت كويسه مشيت او عقدها يعني خلاص ما اصبحتش يعني هتكمل مع النادي الاهلي عندها عقدها انتهى او غيره وما جددلهاش بقرارات من موسيماني، او البعض يقول لك هي كانت قرارات سليمه. مش موضوعنا سليمه او مش سليمه، على قد ما اللي بيحصل دلوقتي ده تبعات الفتره اللي فاتت طبعا. مش سوارش ابدا لا 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 خالص، معلش عشان الصوره. لا لا مظبوط كلامك، ولازم نعترف ان موسيماني زيه زي اي مدرب له وعليه. اكيد ما كناش عارفين عليه ده الا دلوقتي، دلوقتي بس ابتدينا نعرف ان كان عليه حاجات، بعض الحاجات منها برضو في ناس مشيت من النادي وكان هو السبب انه ما كانش عايزهم، استخدام برضو ناس مش على المستوى يعني، وربما كانوا جيدين وارد، استخدام بعض اللعيبه برضو اللي اتحسبوا علينا محترفين وهم برضو ما قدوش. مظبوط، لان انا لما اجيب لعيب محترف لازم يديني اكتر من اللعيب الموجود، ويبقى يعني تقريبا قاسم مشترك في 95% من المباريات، انما انا مش جاي عشان اتعالج في القاهره واروح. بعيدا يعني بقى عن التفصيله دي يا كابتن حشيش، انا استخدمت في يعني في مقدمه حلقه النهارده مصطلح اعتقد ان في كتير من الناس ممكن يتفقوا معايا فيه، مصطلح ثوره التصحيح، ان تمام. النادي الاهلي حاليا محتاج ثوره تصحيح على كل المستويات وعلى كل الاصعده، ما عندناش مساحه ان احنا نكمل بقى الشويه اللي فاضلين دول في نوع التخبطات اللي احنا بنتخبطها بقالنا فتره. صحيح، ابتدينا مؤخرا نسمع كلام ماشي في سكه قبل ما كنا سيبنا كابتن سامي قمصان، على الاقل الراجل عارف قدرات وامكانيات اللعيبه وكان عامل شغل كويس في الفتره اللي رحل عننا من خلالها موسيماني. هتبتدي بقى تسمع حاجات كتير ماشيه في نفس السكه دي، هل الموضوع يستدعي فعلا ثوره تصحيح في النادي الاهلي؟ طيب ولا ما وصلناش للدرجات دي؟ هقول لك على حاجه، هو طبعا دايما الخساره او الفترات اللي هي الاحباط اللي موجوده بتطلع حاجات كتير، الناس بتبقى عايزه تمسك في اي سبب اي حاجه، فاي حد بيتكلم في اي حاجه، ده اللعيبه لا اصل المدرب اصل باين عليه مش كويس، لا اصل كان زي ما انت بتقول خلوا سامي قمصان يكمل، لا ده اصل كذا، لا ده لا، الكلام ده كله غلط يا جماعه، احنا لازم دلوقتي يبقى في نظره واقعيه، والنظره الواقعيه دي لازم تبقى من اكبر ناس موجوده في النادي اللي هو مجلس الاداره. لازم ناهل الجمهور، لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي عمره ما بيستسلم وبيكمل وكل حاجه، بس لازم نعترف ونقول للناس يا جماعه والجمهور بتاعنا دي مش نهايه العالم، مش نهايه العالم ان انا لازم اخد بطوله الدوري السنه دي.
يعني انت فاهم ازاي؟ ما هو النادي هو اللي طمعنا يا كابتن حسين، احنا مش جايبين ده من عندنا كجماهير. انا عارف يعني لازم تعرف ان الكوره بيبقى لها فترات واجيال. ممكن جيل او اجيال تقدر تعمل الكلام ده، وممكن جيل تاني ما يقدرش يعمل الكلام ده. ظروفه ما تسمحش، امكانياته، وضعه، قصته ما تنفعش. يعني الجيل القديم مثلا، لو هنقول مثلا جيل عماد متعب واللعيبه دي واحمد حسن و لو في الظروف دي، لا ما كنتش كنت انت قاعد كده مرتاح مش خايف. انما انت دلوقتي انت مش خايف من الفرقه اللي هتقابلها، انت خايف من نفسك. أيوة. خايف من فرقتك. خايف من لعيبتك اللي ما عندهاش الايمان بروح الفانيلا الحمراء اللي احنا تعودنا عليها. لا، تحس ان اللعيبه برضو متخاذله. يعني تحس ان اللعيبه مش عارف. ما بتكلمش على ماتش امبارح، ما سلسله من المباريات ممكن طبعًا. وارد ان يبقى اوف داي في ماتش بس خلاص عدى. انما لما يكون كل ماتش يبقى اذا دي ظاهره موجوده. معلش امبارح تحديدا انت بتتكلم تاني، مع احترامي الكامل لقولون العرب، بس انت بتتكلم عن فرقه بتحارب عشان تفضل في الدوري العام. تمام. فرقه لو انت لعبت بس معاها فنيا صح كان زمانك حرست جول واثنين. فرقه هي مديك المساحه الكامله ان انت تنجح وتوصل لعندها. يعني كلامك مظبوط جدا جدا جدا. يعني معلش امبارح مفيش صفر مبررات. خلينا نقولها بهذا الشكل. اسوء مره اشوف فيها المقاولين العرب هو امبارح. هو ما عملش حاجه خالص. بالظبط. ده انت المقصه اللي نفس ظروف المقاولين برضو، يعني شبه نازله للدرجه الثانيه، كانت بتهاجمك وراحت على الجون وفي الاخر وجابت جونين تسلل. انما المقاولين العرب امبارح ما عملش اي حاجه خالص. طب انت في المقابل عملت ايه؟ ايوه انت في المقابل عملت ايه؟ طيب. احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى بعد ما نرجع من الفاصل ده، لو تسمح لنا هنطلع فاصل سريع، عايزين نعرف منك يعني انجاز التعبير تكتب لنا روشتك، رؤيتك انت الشخصية. تمام. نظرتك انت للأمور، شايف ايه اللي لازم يحصل في النادي الأهلي الفترة اللي جاية عشان نعدي بقى مرحلة الكبوة. تمام. اللي احنا بنمر بيها حاليا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن محمد حشيش اللي منورنا في حلقتنا النهارده، واللي بنتكلم معاه طبعا عن الكبوة اللي بيمر بيها النادي الأهلي، وعن الأوضاع اللي كل اللعيبه كل جماهير الحقيقه في كل مكان جوه مصر وبراها الكل مستاء جدا. وقلت من شويه مصطلح ثوره تصحيح احنا محتاجينها الفتره الجايه، ويمكن هنا كلامنا مع كابتن حشيش بطلب كده، ان هو قلنا له لو في مساحه يكتب لنا روشته من وجهه نظره هو الشخصيه، شايف ان كل نقطه فيها هي النقطه مهمه وهينتج عنها تغيير جذري لكل السلبيات اللي احنا بنتكلم عنها. الروشته دي هنكتب فيها يا كابتن حشيش؟ هي قبل الروشته لازم الناس كلها تبقى واقعيه وتفكر بموضوعيه شويه عن الفتره اللي احنا فيها. الفتره اللي احنا فيها فيها مشاكل كتير، مش مشكله واحده ممكن تتحل. يعني لو عندك صداع هتاخد اي حاجه للصداع، مسكن وخلاص. انما لما يكون عندك صداع وعندك جنبك تعبك وعندك رجلك مش قادر تتحرك، يعني فهي عايزه يعني حلول اولها هو التفكير بموضوعيه. اولا مش نهايه العالم النادي الاهلي ما ياخدش الدوري السنه دي. ايه المشكله ما ياخدش الدوري السنه دي؟ بس هو المشكله ان انت ما تاخدش الدوري السنه دي، تاخدش مثلا الكاس اللي موجود، تاخدش السوبر اللي جاي. ما هي دي بقى البطولات موجوده. ده اوريدي حصل بالفعل على فكره. احنا ازاي؟ احنا قطعنا شوط في الفقد ده. فانت ما تثبتش في حاجه دلوقتي. كل مباراه بتصعبها على نفسك. يعني انت كل مباراه اخرها امبارح صعبت على نفسك. لسه احنا بنتكلم بنقول لو احنا كسبنا امبارح ومش عارفين ايه ظروف الاثنين المنافسين اللي هيلعبوا بكره، كان ممكن يحصل نتيجه ترجع لك الدوافع تاني. فانت من قبل ما تستنى المباراه انت خلصت على نفسك امبارح والفجوه كبرت. طبعا الماتش الفتره اللي جايه صعبه، عشان نقول بقى احنا لازم نكسب الماتشات اللي جايه كلها. طب هتكسبها بايه؟ ايه الادوات اللي عندك تكسبها؟ كنا كسبنا اللي فاتت. بل بالعكس، ما انت كل ما ده بقى بتنقص. صحيح. يعني كل ما ده الاتوبيس بينزل منه ناس هتلعب بالسواق بعد كده. بس صحيح. يعني انت هتيجي على الاخر تلعب بالسواق. فانت الكلام اللي احنا قلناه من بدري، ابتدي من دلوقتي الناس عارفه ومؤهله نفسها ان العمليه بقت صعبه. وبصه للخطوه، مش اللي جايه، الخطوه اللي بعد اللي جايه. فانت من دلوقتي اشتغل لها بالناشئين، ابتدي العب. انت كده لا قدر الله ما انت بتخسر وبتتعادل. هو الناشئين هيعملوا فيك اكتر من كده؟ هيذبحوك. لازم تلاعب الناس بقى.
يعني لازم الناس ده بالعكس الموجودة. والله عايز اقول لك بيلعبوا كويس جدا، ولما بياخدوا فرص مره واثنين بيثبتوا نفسهم. انا ما شفتش ناشر لحد دلوقتي بجد في الاهلي مش كويس، هي او تقدري تحكم عليه ان هو لا يصلح. عايزه بس قلب جامد، والقلب الجامد ده كان المفروض من فتره كان زمانك دلوقتي انت مستريحه، لان انت بقول لك الظروف هي اللي فرضت عليكي اللي كان المفروض تعمليه من فتره. فرضت عليكي دلوقتي انك تلعبي بالناشئين، العب بالناشئين، ابتدي ادي شوف قيم بقى الفتره دي كمجلس اداره وكلجنه كوره وكمدرب مدير فني موجود، مين اللي هيستمر معاك الموسم اللي جاي ومين اللي مش هيستمر، مين اللي ممكن تتعاقد معاه خلال الفتره الجايه، ايه النواقص اللي موجوده. انا شايف في لعيبه موجوده كمان، اولا السن كبر، عهد الاحتراف اللي احنا فيه ما عندناش حد اكتر من 35، مفيش 34 كبير، الشناوي يمكن 34 نتكلم بصراحه. انت عندك وليد سليمان كبير، لا اكيد عندك علي معلول دلوقتي برضو كبير، يعني علي معلول اللي اعتمدت عليه بقالك 5 6 سنين، مش هو علي معلول دلوقتي اللي يكمل معاكي بنفس القوه ونفس ال، بس هو علي عنده اصابات، يعني عنده تعب ارهاق غير عادي. بتكلم على انت عايزه اقول لك حاجه، هو انت عايزه تفكري في الدور الاولاني بس الموسم اللي جاي، ولا تفكري النادي الاهلي المواسم اللي جايه؟ لا لونج تيرم اكيد. واخده بالك ازاي؟ مين البديل القوي بتاع علي معلول بيبقى موجود؟ انت البديل اللي موجود محمود وحيد، انت ما كانش بيلعب خالص، ولما اضطريت تلعبه لعب شويه واتصاب وبتاع. انت بتفكر، لازم التفكير يا جماعه دلوقتي يبقى بروفيشنال اكتر، لازم يبقى في لعيبه تستحمل ضغوطات النادي الاهلي، ولعيبه سنها مناسب والقوه البدنيه مناسبه بتاعتها عشان تستحمل البطولات، عشان تستحمل ضغطه المباريات اللي هتستمر. وانتوا فاكرين يا جماعه ان لو ما حصلش في مصر حل استثنائي او دوري استثنائي اللي جاي هنفضل نفس القصه، نفس القصه طبعا. مستمره ضغط المباريات طبعا. ما احنا لغايه النهارده واحنا بنتكلم في ايه؟ احنا داخلين على 1/8. هو الموضوع ده اصلا قابل للحل؟ المفروض لازم قرارات اولا. وايه اللي منع اتخاذها الفتره اللي فاتت؟ ما احنا بقالنا شهور بندم في مصر بالنسبه طبعا لاتحاد الكوره والضغوطات اللي موجوده. يعني الحاجات دي راجعه بقى اللي طبعا ارتباطات وعقود مع سبونسرز وماتشات لازم تلاقي، ما ينفعش ان اجي مره واحده خلاص الغي الدوري. كمان كان في القرار بتاع مين اللي اشترك فيه بطولات افريقيا، لازم كنت تحسمه ولازم تكمل عشان تقدر تحسم الاربعه اللي هيشتركوا في افريقيا. يعني مرتبطه بحاجات كتير، انما لما تيجي بقى كريم تفكر للموسم اللي لسه ما بداش من دلوقتي، ويبقى الناس دلوقتي كلها عارفه ان انا السنه الجايه مثلا يعني بدل 18 فرقه ممكن العب 14 فرقه، بدل ما اخليهم 14 لا اخليهم مجموعتين عشان اقلل الوقت، يعني حاجات كتيره. مثلا الدوره العربيه ده كذا ما اخشش دوره عربيه، يعني في حاجات معينه لازم من دلوقتي، انما مش بعد ما ارتبط بالكلام ده واعمل عقود. وبالنسبه لاتحاد الكوره او الانديه تبقى رسمه نفسها واخده حقوق من السبونسر على الكلام ده، تيجي تقول له لا اصل البطوله دي مش هخشها، اصل ده كان، يعني لازم تبقى الامور واضحه من دلوقتي. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بالنسبه للنادي الاهلي لازم يفكر كويس قوي في الانتدابات اللي جايه، لازم يفكر كويس جدا جدا في اللعيبه اللي هتبقى موجوده، لا تطلع اعاره ولا بيع نهائي، لازم الاستعانه بالناشئين. هو انا لازم استعين باللعيبه بتاعتي اللي في الاعاره اصلا، انا عندي لعيبه كويسه جدا، ليه ما ارجعهمش مره ثانيه؟ على مثلا لعيبه صغيره وخدت خبرات في الاعاره طبعا. وشفنا طبعا احمد ياسر ريان رائع، طلع رائع ورجع بدل وهو كويس من قبل ما يروح اعاره. على فكره احمد ياسر ريان بجد لاعب شاطر، ليه انا ما كنت شفت واحد زي ده كان زمانه دلوقتي مكسر الدنيا. لازلت بقول يا جماعه برضو، بس احنا لسه فيها بدليل اسمه ومطروح كمان في الفتره الاخيره. احنا برضو عايزين نقول ان اللعيبه بتاعه النادي الاهلي اللي متربيه في النادي الاهلي اللي هي حافظه وشاربه المبادئ بتاعه النادي الاهلي اللي احنا قلناها من شويه والروح بتاع النادي الاهلي، برضو يعني ولاد النادي بيبقوا شاربينها اكتر من اللي بيجي من بره. اللي بيجي من بره ده النهارده انا موجود يا جماعه، الفلوس كتيره قوي باخد النهارده، النادي مشاني همشي اروح اخد في حته تانية فلوس. اكيد اكيد. انما لعيبه النادي الاهلي اللي طالعين من النادي الاهلي بحاسين بقيمه النادي الاهلي وعايز يستمر في النادي الاهلي وعايز يعمل تاريخ لنفسه وللنادي. يعني كلام محترم كابتن حشيش، ونتمنى خير ان شاء الله، لان احنا ما نستاهلش اللي احنا فيه دلوقتي طبعا. ولا الجماهير تستاهل الوضع ده طبعا. و
ويعني اكيد هنزعل لو الدوري ما خدناهوش وكده، غالبا احنا مش يعني مش هنحصل عليه، الله اعلم، ولكن احنا لا نتمنى ان احنا نخسر اكتر من بطوله كفايه اللي احنا فعلا مرينا بيه. نتمنى الامل بقى. ده الكلام المهم او اللي احنا يعني ملخص اللي احنا قلناه، مش نهايه العالم ان انت ما تاخدش دوري السنه. لا يعني ما نوادي عالميه باسماء كبيره لازم يبقى في منافسات والناس تاخد برضه، وانت كده كده برضه في بطولاتك بعيد عن اقرب الناس ليك بمراحل، بس الاهم ان انت تعمل وقفه او نقطه من اول السطر للي جاي. صحيح. لان اللي جاي كمان مش بعيد قوي، اللي جاي قريب، فلازم من دلوقتي ما تنطحش في الحيطه وتتصرف بعقلانيه شويه وتحل عشان اللي جاي. بص احنا بس نقف على رجلينا تاني كده، وبعد كده هيبقى شعارنا اللي خايف يروح وهتيجي. لان احنا كده، احنا كده، معلش تاني شويه عثرات كده وهتعدي باذن الله، وهنرجع نقف على رجلينا تاني، لان احنا ما تعودناش غير ان احنا بنقف على رجلينا وبنبقى رقم واحد. أكيد. يا جماعه بالتاريخ وبالارقام وكل حاجه. فمعلش نتحمل يعني الفتره دي، وباذن الله نعود مره تانية، ان في سلسله اصلاحات باذن الله هتتم وبتتم من دلوقتي، يعني ثقوا في ده. شكرا ليك كابتن حشيش، نورتنا. نروح فاصل ونرجع معاك كريم. هنرجع ان شاء الله بعد الفاصل. مهم قوي. الكرش. هرجع لوحدي منفردا المره دي. هنرجع بقى على فقرة طبية هنتكلم من خلالها عن الموضوع أعتقد أنه يهم كتير جدا قوي خالص من حضراتكم، وخصوصا بين قوسين أصحاب الكروش. التفسير بعد العودة من الفاصل، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. وفي الفقرة دي هنتكلم عن موضوع زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية أعتقد أنه يهم كتير جدا مننا، هنتكلم عن الكرش عند الرجال وبين قوسين والبطن عند السيدات، مش هنسميها كرش في حاله السيدات. على كل الاحوال هو طبعا موضوع بيؤرق ناس كتير جدا مننا، الى جانب ان هما ساعات ما بيبقوش حابين الشكل العام. بعيدا بقى عن الشكل، احنا عايزين كمان ندخل بقى عضويا، هل الموضوع ده انعكاسات سيئه او سلبيه على الصحه العامه للجسم ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه مع دكتوره ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه اللي منورانا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك. صباح الفل يا استاذ كريم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله جميل. اعتقد انت اكيد بتتسالي كتير قوي السؤال ده المتعلق بالكرش، نعمل ايه عشان نتخلص منه؟ هو السؤال الوحيد اللي النهارده بقى احنا بقى هننوع لك كمان حواليه شويه اسئله ثانيه من عينه. هو ايه اصلا اللي بيتسبب فيه؟ هل الاكل وكميه الاكل فقط ولا ساعات بيكون في عناصر تانية او عوامل اخرى بتؤدي الى ظهور البطن المنتفخه او الكرش عند الرجاله وحتى عند الستات؟ عند الستات هي الموضوع مش هنصنفه عند الرجاله وعند الستات، لانه اسبابه واحده عند الاثنين. يمكن عند الستات اكتر شويه لانه الموضوع داخل فيه برضو هرمونز. والبنات عندها استروجين اعلى، فالاستروجين ده برضو مسؤول عن تخزين الدهون في الجسم. غير كمان ان الموضوع بيبقى معتمد على الجينات. يعني احنا عندنا عوامل كتير بتخلي ان الدهون تتخزن في المنطقه بتاعه البطن. اولهم الاكل الكتير، لما باكل سعرات اكتر من المفروض اللي جسمي بيحرقها. بس ده مش بالضروره ان هو يخزن في البطن بس. بطن هتزيد؟ هتزيد، بس جسمي برضو كله هيزيد، لان انا لما هزيد الدهون الزياده دي كلها هتتوزع على كل جسمي. بس في دايما اماكن بتبقى الدهون مركزه فيها اكتر. بالظبط. وفي اكل بيخلي تخزين الدهون اكتر في المنطقه بتاعه البطن. فعلا. زي الحاجات اللي فيها سكر ابيض او دقيق ابيض، اللي هي حاجات بنسميها سمبل كارب او الكربوهيدرات البسيطه. اللي هي بترفع هرمون الانسولين بنسبه عاليه اعلى من الطبيعي. وبالتالي كل ما الانسولين بيترفع كتير، كل ما الجسم بيخزن دهون او احتماليه تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن او الكور اريا عامه، البطن والجناب، بتبقى اكتر بكتير. يعني في دراسه اتعملت لقت انه في هرمونين، اكتر هرمونين في الجسم بيأثروا في تخزين الدهون في منطقه البطن هم الانسولين، وده بيترفع من الحاجات اللي فيها سكر ابيض او دقيق ابيض او مشتقاتهم، عصاير، مشروبات غازيه، حلويات، معجنات، مخبوزات داخل فيها السكر الابيض والدقيق الابيض. والحاجه كمان هو الهرمون الكورتيزول، وده ستريس هرمون في الجسم. عشان كده انا قلت مش دايما الاكل بس هو العامل الرئيسي في تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن. الكورتيزول ده بقى بيعلى من ايه؟ لو قاعد بفكر كتير،
بعمل مجهود ذهني وبدني كبير قوي، بضغط نفسي في شغل كتير، على طول متعصب ومتضايق، حالتي النفسية أو مودي دايما وحش، بسهر كتير، ما بنامش في الوقت المفروض إن أنا أنام فيه. كل ده كل ما الجسم يبقى تحت ستريس، أيا كان الستريس ده نفسي أو ذهني أو بدني، بيبتدي كورتيزول ليفل ده يبقى عالي. كل ما يبقى عالي كل ما الجسم يخزن دهون أكتر في المنطقة بتاعة البطن. ده لو إحنا على حسب برضو شخصية ونفسية كل واحد اللي بتختلف من شخص للتاني، يعني في ناس مثلا لما بيضغطوا قوي بياكلوا بنهم، في ناس العكس لما بيضغطوا قوي مبقاش عندهم حتى شهية. بالظبط كده، ده بيبقى في ساحة لفروقات فردية برضه. بالظبط، ما هو ده بيعتمد على تعامل الجسم نفسه مع الستريسورز او الستريس اللي هو محطوط فيه عامل ازاي. احنا عندنا كذا ستريس هرمون، احنا بنتكلم بس على الكورتيزول. انا لما بيتفرز ادرينالين اكتر بيبتدي يعمل لي مشاكل في الجهاز الهضمي، فلاقي ان انا عندي مشكله ان انا مش عارف اكل، باكل بكميه قليله وماليش نفس. بس لما الكورتيزول هو اللي بيبقى اعلى بلاقي ان انا الشهيه بتاعتي اتفتحت، لان ده كمان بيعلي لي انسولين، ولا لما الانسولين بيعلى بيكسر السكر اللي في الدم، فبحس ان انا محتاج ارفع السكر ده تاني، فبيجي لي كريفنجز اكتر. فهو على حسب طبيعه الجسم. على فكره ممكن يكون نفس الجسم لما بيبقى في ستريس معين بيلاقي ان هو عمال بياكل كتير قوي، وفي ستريس تاني خالص لنفس الشخص بيلاقي ان هو مش عارف ياكل. ده على حسب الكيميكالز والهرمونز بتاعه الجسم اللي استجابت لوقت الستريس ده نفسه، اللي حصل فانا هرمون بقى هو الطاغي، فانا حالتي بقت عامله ازاي في الاكل. تمام. برضو ناس كتير من اللي هي بتعاني مع الوزن الزايد وتكدس الدهون في مناطق معينه، لما بيبتدوا رحلتهم بقى مع الخسيه ومع فقدان الوزن، ساعات بيبقى لها اثار سلبيه، ممكن بقى تجيب مع حد تفصيله مختلفه عن حد تاني. في ناس بتشتكي من تساقط الشعر مثلا، صح. في ناس بتشتكي من ان الوزن نزل لكن نتج عنه ان بقى في ترهلات او جلد متراهل. يعني فاهمه ازاي النوع ده من الامور؟ فهل في اليه معينه او طريقه معينه الواحد يقدر يخس بيها ويتخلص تماما من الكرش اللي هو بيعاني منه من غير ما يدخل او يخوض في السلبيات بتاعه الامر؟ طبعا، طالما احنا اتكلمنا عن مضاعفات يبقى معنى كده ان الحاجه اللي انا بعملها دي مش مظبوطه. انا طريقه الاكل بتاعتي اصلا مش مظبوطه، فلازم رقم واحد ان انا الاكل بتاعي يكون مظبوط، رقم اتنين ان انا ابتدي اعتمد على حاجات، الحاجات دي تكون عوامل مساعده معايا ان هي بتزود لي الحرق شويه او بتقلل لي موضوع الكريفنجز او بتساعدني ان انا بطني والجناب عندي تنزل شويه بس بصوره امنه. زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. هو بيستا هو منتج طبيعي 100%، يعني حاجه امنه انا بتكلم عليها مكوناتها كلها طبيعيه، معنى ان مكوناتها طبيعيه ان هي مش هيكون في منها اي سايد افكتس خالص. والحاجة التانية ان النزول بتاعها هيكون طبيعي، مش الحاجات اللي احنا بنسمعها اللي هو 10 كيلو في اسبوع وحاجات، تلاقي ايه الواحد جسمه فجأة نزل بقى مترهل، فجأة بقى شعره بيقع، فجأة يبقى عنده مثلا هبوط في دورة دموية، عنده أنيميا، عنده نقص في فيتامينات ومعادن معينة بكمية كبيرة. ده نتيجة الحاجات اللي احنا بناخدها، بتعمل نتيجة سريعة قوي معايا وبتبقى مضرة لأن بيبقى فيها كيميكلز. أنا هنا بتكلم على حاجة طبيعية بتساعدني إن أنا أحفز مستوى الحرق بتاعي بنسبة مثلا 30%، وفي نفس الوقت لما يحصل لي المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها من ستريس او انه الانسولين يعلى، هو بيظبط لي برضو الهرمونز دي فبيساعدني على الشبع. ليه بقى؟ لانه بيستا مكون من ثلاث حاجات، اول حاجه واشهر حاجه فيهم هو الالياف، وده يعتبر اول منتج في مصر فيه ثلاث انواع من الالياف بتركيز 6 جرام اللي هم قشور السيليوم، رده القمح، وكمان الشوفان. الياف بتعمل ايه؟ بتدخل جوه معدتي، بتمتص الميه اللي موجوده في المعده، فزي ما بيقولوا كده بتنفش او بتاخد حيز اكبر من المعده. فبدل ما انا مثلا كنت باكل بكميه كبيره او طبيعتي مثلا ان انا وجباتي كتير قوي وكميه الاكل فيها كتير، فانا هلاحظ ان انا واحده واحده الشهيه بتاعتي لان عندي شعور بالامتلاء بالفعل. بالظبط كده، وزي ما بيقولوا كده بصغر حجم المعده بطريقه اندايركت واحدة واحدة. لما بنتظم عليه مع النظام الغذائي بتاعي بلاقي ان انا اصلا كمية وجباتي بقت قليلة، وده بيساعدني ان انا اشبع، ما يجليش كريفنجز، وما زدش في الوزن بالذات المنطقة بتاعة البطن. غير كده كمان هو في حاجات بتحرق معايا بقى، يعني انا عملت
حرق بطريقه اندايركت بان انا قللت الكميات بتاعتي فخليت جسمي يحرق من الدهون المتخزنه، وفي نفس الوقت في حرق دايركت بانه هو فيه كروميوم وفيه فيتامين سي. الكروميوم هو معدن مهم جدا لتثبيط الانسولين اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي هو السبب اصلا في الزياده بتاعه الدهون البطن او تخزين الدهون في المنطقه بتاعه البطن، فهو بيظبط الحساسيه بتاعه الانسولين وبيحرق معايا كمان نشويات، فده هيساعدني كتير في الحرق، خصوصا كمان ان احنا اغلب الاكلات اللي بنكريف عليها او اغلب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتزود لي المنطقه بتاعه البطن كلها جايه من السكريات او من النشويات. الحاجه الثالثه بقى هو فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا احنا عارفين هو مهم ازاي عشان المناعه بتاعتنا وعشان بشرتنا، بس هو كمان الدراسات الحديثه لقيت ان هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او اكسده الدهون او حرق الدهون نفسها اللي هو بينتج عنها طاقه، الطاقه دي انا لما بعمل اي مجهود فكده الدهون اللي عندي دي اتحرقت، فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بظبط الانسولين اللي بيخزن لي الدهون في البطن، وفي نفس الوقت بقلل الكريفنجز وبقلل الكميه بتاعه الاكل بتاعي وبحس بشبع، وكل ده بصوره طبيعيه مفيش اي كيميكال خالص. جميل. طيب ده الكلام النظري يا حضرات، ما تيجوا بقى نروح معاكم ومع طبعا ضيفتنا العزيزه نشوف نموذج بقى ويعني والجانب العملي بقى، الترجمه العمليه للكلام اللي بيتقال ده. ايه كان عندها مشكله مع الوزن الزايد، تعالوا نشوف حصل معاها ايه ونرجع نكمل كلامنا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. ده شغل جامد يا دكتور. جامد جدا. شغل جامد اللي بيحصل ده. طب مساله فقدان الوزن مثلا، لو تخيلنا ان سبب رئيسي فيها او ليها كان التقليل من كميات الاكل، طب احنا كده مش بنقلل مثلا من الفيتامينز او المينرالز او المواد المهمه ان هي تدخل جسمنا؟ مظبوط. لاننا قللنا الاكل اصلا، ولا ممكن الواحد يوزنها ازاي الحكايه؟ هو احنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نعمل بالانس في طريقه الاكل بتاعتنا اصلا، ان احنا ناكل خضار وفواكه والاكل بتاعنا يكون متوازن، مفيش عنصر ناقص، بس برضو حتى لو احنا عملنا ده عشان احنا بنضطر ان احنا نقلل كميه الاكل، فبنلاقي ان احنا ناقصنا فيتامينات ومعادن كتير، ودي بتاثر على صحتي عامة وعلى المناعة بشكل ما، مش لازم تكون الحاجة سيفير قوي على حسب ما انا مظبط. فعشان كده دايما احنا بنلجأ لمالتي فيتامين، يعني اي حد عايز يخس، اي حد عايز يتخن، اي حد عايز يثبت الوزن بتاعه، اي حد عامة طريقة اكله مش مظبوطة او طريقة اكله مظبوطة بس مش بياخد كمية كافية من العناصر والمعادن المفروض ان هي تدخله، لازم يكون في حياته مالتي فيتامين. عشان كده احنا دايما حاطين مع بيستا كورس كده انه في الب مالتي فيت مع بيستا عشان انا اخس وفي نفس الوقت ما يحصليش مضاعفات. والب مالتي فيت يعتبر من المالتي فيتامينز القويه جدا، لان هو بيحتوي على اكتر من 13 مينرال وفيتامينز موجوده كلها مهمه عشان المناعه وعشان الطاقه بتاعتي وعشان الحرق، عشان البنات اللي بتشتكي شعري بيقع كتير، ضوافري بتتكسر، وشي بيبقى بهتان، عندي مشكلة في عظمي، حاسس ان انا عظمي بيوجعني، او عندي هشاشة عظام، فهو عامل زي كومبو كده في كل تقريبا الفيتامينات والمعادن اللي احنا محتاجينها، في المجموعة بتاعت بي كومبلكس اللي هي مهمة جدا عشان الحرق بتاعي وعشان الاعصاب، في فيتامين سي بتركيز عالي جدا 500 ملي جرام طبعا عشان المناعة وعشان بشرتي وعشان برضو حرق الدهون زي ما اتكلمنا عليه، في كمان فيتامين اي وفيتامين اي وهما انتي اوكسيدنت مهمين جدا
في كمان زنك مهم للمناعه ومهم للشعر، في بيوتين مهم جدا للشعر والبشره، وفي كمان فوسفورس وكالسيوم للعظم بتاعي وللسنان. فانا اعتبر اخذت يعني كبسوله واحده باخد فيها كومبو لكل الفيتامينات والمعادن اللي انا عايزها عشان صحتي عامه. فانا لما هاخد مع بيستا الراجل او لسيده بالظبط كده الحالتين. اصل معظم اللي حضرتك يعني ذكرتيه تحسيه ماشي بسكه السيدات اكتر. لا والله الشعر والبشره والضوافر ما انا عشان ده ما انا قلت مناعه وقلت طاقه وتركيز وكل وحرق. بس اغلبيه البنات لما بتيجي تعمل دايت فعلا بتشتكي ان هي بيبقى عندها مشكله صريحه في انه شعرها بيقع كتير قوي، وهي برضو بتبقى مهتمه بالشكل الخارجي بتاعها وانا بنت برضو فطبيعي ان انا سبورت يعني الموضوع ده. فاحنا بناخد الجرعه بتاعه الف مالتي فيت بناخد مره واحده بس في اليوم بعد اي وجبه، يعني مثلا بعد الفطار او بعد الغداء ده يستحسن ان هو يبقى في اول يوم. يعني من 18 سنه المالتي فيتامين بتاع الكبار بتاع الادلتس ينفع ان احنا ناخده، بس بيستا ينفع اخده من اول 12 سنه كمان عشان الولاد الصغيرين بيبقى عندهم سمنه او اوفر ويت او عندهم كريفنجز والحاجات دي، هو برده هيبقى امن معاهم وهيبقى بيساعدهم. باخده بقى على حسب الهدف بتاعي، بس عامه انا باخده قبل الوجبه من ثلث ساعه لنص ساعه ريكومندد مرتين في اليوم، يعني عشان انا ابقى بخس بصوره كويسه ويعلي معايا الحرق شويه بنسبه اعلى من الطبيعي. يعني ان انا باخد الاستخدام والجرعات هل لازم تكون بتوجيه طبيب ولا هي جرعات امنه لا لأي حد؟ هي الجرعه امنه، الجرعه اللي احنا بنقولها في البرنامج النهارده هي دي الجرعه الموصي بيها، بس على حسب الهدف بتاعي. لو انا بس بحافظ على اللايف ستايل بتاعي وعندي عزومه عندي خروجه خايف ان انا لخبط باخد باكت واحد عند اللزوم، يعني انا رايحه فرح مثلا ومش عايزه لخبط فهاخد ده، بس لو انا ماشيه مظبوط عايز اخده عشان يعلي معايا شويه يبقى تمام هاخده من مره لمرتين. طب احنا جزء كبير من كلامنا برضو ماشي في سكه الناس اللي عندها اراده وعندها رغبه شديده في فقدان الوزن. في ناس عندها نفس الرغبه لكن بتضعف قدام صح صينيه محشي مظبوط برام مش عارف ايه، فالناس مزبوط اللي عندها نهم للطعام يقدروا يتعاملوا مع نفس المنتج ويحصلوا على النتيجه المرجوه؟ بس ياخدوه من مرتين لثلاثه بقى في اليوم طالما هم مش مظبطين اكلهم، هو هيساعدهم في ان هم غصب عنهم معدتهم تقفل واحده واحده، وفي نفس الوقت هيخلي الشهيه اللي مفتوحه او الكريفنج المفتوح طول الوقت ناحيه الحلويات والسكريات ده هيبتدي يقل، فبعد كده لما يشوفوا نتائج هيبتدوا يلتزموا برده مع دايت. جميل، انا بشكرك لان احنا وقتنا خلاص انتهى بالفعل، نورتينا وافدتينا بوجودك دكتور ريهام، شكرا جزيلا ليكي. واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، الى اللقاء. We'll be right back.